انا يوسف نبغي قرايه ونحل كاع الواجبات المنزليه اللي يعطيهم لنا الاستاذ. الحلم تاعي نولي مهندس معماري. انا هشام نكره القرايه، نبغي ناكل في كلاصه ونلعب بوغيل، واللي يهضر معايا قايس له والديه بستيلو، واللي يزيد يهضر معايا نزيد لي عليها التريكو. وبعد مرور 5 سنوات تحقق الحلم تاعي، وانا الان مهندس في عده مشاريع في الجزائر. يا صاحبي كون زيدروك غير شويه في القرايه كان غادي يكون لك يد في هذا المشروع. على بالك لافاساد هذه ما عجبتنيش، لا طفوله لا عيانه، باين نديرها شويه غوز هكا ولا مليح مليح، باين نديرها مليح. شوف شوف اسمعني، جيب لي جيب لي السي في تاعك ندخلك تخدم ان شاء الله. سي في؟ انا راني مهندس تاع هذا المشروع. انا راني المدير تاع هذا المشروع. مدير حب السنه الزوجه وليد مدير بعد اني في لك دراهم معك فوطا صاي نفسك والو تهضروا. قلشني كما قلت صاي كعمشي عقليه والله ما عقليه.